منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتهم روسيا ونظام الأسد بمنع دخول بعثة تقصي الحقائق إلى دوما بحجة عدم ضمان سلامتهم، وتقول إن النظام عرض عليهم الاستماع 22 شاهدا قال إنهم من المدينة. وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يهددون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد بسبب استخدامه المتكرر للأسلحة الكيماوية دون الإشارة لفرض عقوبات على روسيا. قوات النظام تجلب تعزيزات من ميليشيا موالية لها كانت متواجدة في محيط مدينة دوما إلى جنوب دمشق تحضيرا لعمل عسكري مرتقب ضد تنظيم الدولة في المنطقة. الثوار يعلنون السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في منطقة المحسة في القلمون الشرقي بدمشق، والاستيلاء على أسلحة وذخيرة وقتل وجرح عدة عناصر من قوات النظام خلال المعارك. اتحاد المبادرات الشعبية في إدلب يعلن قبول جبهة تحرير سوريا وصقور الشام بمبادرة صلح، ويدعو هيئة تحرير الشام لإيقاف القتال وترجمة ما ذكرته الهيئة في بيانها من استعدادها للصلح إلى واقع عملي. منظمات طبية تعلن إضرابا في مشفى مدينة معرة النعمان الوطني نتيجة تعرضه لاعتداء عسكري خلال الاشتباكات الحاصلة بين الفصائل في ريف إدلب.